سيد علي السنيد، يعني سيد علي، احنا اليوم عندنا دويلات صغيرة داخل الدولة. تحية طيبة لكم ورمضان كريم للمشاهدين ولحضرتك ولضيوف الكرام. دويلات عميقة وأعمق من ما نتكلم، لأن بصراحة الشعب بعد صار واعي، يعرف أنه الظاهر أكو أحزاب وتبحث في نظامها في برنامجها عن مصلحة شعوب كذا، تأتي للمصلحة العامة تريد تناهض، يعني مثلا عنف، مرة فساد، مرة كذا. في العراق الدويلات بالظاهر تشوف أنه حزب، لكن في من تشوفه في باطن الأمور أنه هو عميق جدا في مسألة التخادم والمصالح والشعب طبعا يريدون يوهموه بكل طريقة أنه إحنا جايين من أجلك، جايين نصلح، جايين نغير. ما هو جابونا من 2003 لحد هسه، احنا جايين للتغيير. احنا وحتى من يتكلمون النظام السابق، النظام البائد، هسه انا على مسميات عديده. صحيح. النظام بعد 2003 شنو اللي سواه لحد هسه؟ نظام سياسي. من انت تدعي بالشيء وانت خرجت للشارع وللجمهورك وثقفت من اجل قضيه وأنت تنادي بها وأنت فاقدها، هذا مشكلة، هذا نفاق، يدخل في النفاق السياسي، يدخل في الإيهام والكذب على الناس. جينا إلى حقب ما نستثني أحد، يعني هسه الأستاذ السيد النائب السابق السيد الوزير، يعني تنفيذي وتشريعي، تكلم بصراحة ما قال أنه نتحمل نحن. زين، احنا هسه الأجيال جاي تمضي السنوات، سنة بعد سنة، دورة انتخابية بعد دورة انتخابية، هو شنو العمر ايش قد بعد بيه؟ يعني هسه احنا، يعني المواطن يقول لك أنا هسه أنا ما عشت بخير العراق، زين أولادي شلون؟ يعني هذا اكو هم، يعني أولادهم خلينا نبشرهم مديونين، يعني بالضبط 30 سنة 40 سنة، مو بس مديونين فقط، مو بس العراق مديون بسبب، جاي إلى هم كبير ما يعرف، إلى المجهول، الى فد مستقبل ضايع. ليش ضيعوه بعض الناس المافيات اللي هم ما يعتبرون حقيقه لكن كل واحد. لكن اريد اعرف هاليوم منو اللي اسس للدوله العميقه؟ طبعا اللي اسس للدوله العميقه هو من راد انه يبني لنفسه مافيا اقتصاديه لاثبات وجود استمراري. انا ترى موجود، لكن انت من تجي علي شلون مثل يجذر نفسه؟ يعني عندهم قصدك لجان اقتصاديه لو شنو؟ اكيد. شنو تقصد؟ وضح لي حتى سيدتي، خلي انا اكون واضح. احنا في رمضان، رمضان مو رمضان، يعني احنا برمضان وبغير رمضان نحكي بصراحه، بس هسه خلي احنا جلسه هي رمضانيه. يعني كل حزب مو بس بما لديهم فرع، لا بما لديهم من عسكر، بما لديهم من مناصب، بما لديهم من اقتصاديات، هم بما لديهم من اسلاح، يعني من اسلاح طبعا، انا قلت عسكره. ليش انت تشوفه جناح سياسي عنده يتكلم بالسياسه، بس تدوس له على طرف، بس تكون وياه على تقاطع، راسا ينزل السلاح المنفلت بالشارع. أنا من يضبط ايقاعه؟ المواطن، ما المواطن إلى ذنب هذا الشيء؟ لا صحيح. في دولة الرعب والخوف الحكومة، هنا الحكومات المتعاقبة على اختلاف. هسه مرة حكومة تكون تنادي بالقوة بضبط القانون بكذا، مرة حكومة تريد تضبط اقتصاد. أنا جاي أحكي من المالكي، قبلها الجعفري بس ابن المالكي والعبادي، ومرة حكومة تريد أنه تنفتح على العالم، على الصين كذا، ونسيت المتظاهرين التشرينين ذول اللي يسموهم انهم عندهم اجندات. طبعا مع كل الاسف دائما نخون الشعب البسيط اللي جاي يبحث عن قوته. لكن السيد علي، يعني بصراحه انت تحدثت وافهم من كلامك انه اغلب الاحزاب شاركت في، يعني انه تعمل دوله عميقه واسست لها بالسلاح فقط؟ بالسلاح. السلاح جاب دوله عميقه. شلون هسه انا بس تسمعي لي، اكو ناس حديثين على العمليه السياسيه، انا قلت بعد ال 2003 تعلموا، خلينا نقول جلتهم الدبخ بالبدايه ما حصلوا شيء، بعدين قام يعني يتفرعن يوم بعد يوم، يصير سلاح. كل فرعن بالسلاح، قصدك
فرعا انه قامت تصير عنده خطط واجندات. نعم. يقول لك انت تفرض هيبتك وتفرض سلطتك حتى انت تحصل مكاسب لازم تفرض قوه السلاح. نعم. هنا الضابط منه؟ لازم تكون الحكومه واعيه. نعم. هسه انا حتى ما نروح بعيد عن الموضوع مالتك والدويلات اللي قلتي عليها ومحور هذا الحديث في هذا المحور، لكن هو كله محور متشعب، متشعب. يعني الدويلات متشعب، متشعب. الحكومه الحاليه اذا صعب جدا يعني الحكومه الحاليه اذا نبدا نشرح ست هيفاء، الحكومه الحاليه من اجتي بعد ازاحت حكومه عادل عبد المهدي. حكومه عادل عبد المهدي عند السلاح منفلت واستشهاد ذول الشباب التشرينيين، الناس اللي هم عزل كذا كذا، كانت مطالبهم بسيطه. نعم. تفاقم الوضع من الحكومه، طنشت خلينا نقول، دارت ظاهره عنهم. نعم. ما جتهم، ما حكت وياهم، ما تحاورت وياهم، خلينا نقول اعطتهم اذن الطرشه. نعم. تفاقمت وين؟ وصلنا الى انه المطالب بعد ما تقبل الا ازاحت الحكومه، ازاحت الحكومه. نعم. جت حكومه، هسه هذه الحكومه حكومه قصيره، تدرين هاي الحكومه لازم ما نطلب منها اكثر من شيء، وهذا اللي اذا سوته احنا خير وبركه نقول العراق ان شاء الله يصل. نعتبر انجاز قصدك الانتخابات؟ الانتخابات بس شلون؟ إذا الانتخابات صارت وسلاح منفلت فما سويناش. إذا الانتخابات صارت ومثل ما قال السيد النائب موجود تزوير بطرق فنية وألاعيب مكارة، ما صار شيء. إذا الانتخابات اجتي وبعتي هذا التقاسم وهذا والشعب يستخفلوا، ما سوينا. كل شيء ما سوينا. إذا الحكومة عليها هذني القضايا، إذا ضبطت